كوبا نابولي بقى حكايه، يكسب اياكس 6-1. اياكس مش حاجه سهله طبعا، تكسب اياكس وعلى ملعبه 6-1. كنا بنتكلم من اسبوعين على نابولي وهل هيكمل كده ولا مش هيكمل كده، هل هيفضل بنفس القوه، بس هو منفجر ايطاليا واوروبيا بشكل كبير جدا، واحساسي انه هيكمل كده. هو اللي والله بيكسب 6-1 ممكن ينزل شويه يكسب 3، ما يكسبش ما يخسرش يعني. اتمنى في اوروبا يعني، حتى انا يعني اسر اظن يتفق معايا ان بس يرد عليا تتمناها اوروبيه بس ما تتمناش ايطاليه. لا وايطاليه كمان والله، هو اي حد ما عدا فرقه واحده كلنا عارفين بلاش نقول. لا على فكره اي محب للدوري الايطالي حتى مشجعين اليوفنتوس بعد السيطره بتاعه اليوفنتوس على مدار 9 سنين نفسهم ان الدوري الايطالي مستواه يعلى عن كده، لان بدا يتاخر جدا، ونتكلم بقى ان المانيا كانت خدت 4 مراكز لغايه لما ايطاليا رجع لها تاني. فالفكره ان دي حاجه مفرحه للكره الايطاليه، وان الفرق الايطاليه تبتدي تجاري شويه الفرق من المستوى الاول في اوروبا لغايه لما توصل ان هي تبقى بتتاهل للنهائيات وفي البطولات الثلاثة يعني. وكلنا يعني أظن إيسر كمان كان مبسوط جدا إن روما قدر إن هو يحرز دوري المؤتمر السنة اللي فاتت. نابولي وده عودنا عليه سباليتي، سباليتي دايما بتاع البدايات القوية، سباليتي بتاع الحرية في الملعب، بتاع تطوير اللعيبة بشكل كبير، بيحط عينه على اللعيبة بشكل كويس قوي، اللعيبة اللي مش معروفين لكل الجمهور او لكل المتابعين. طبعا يعني قنبله الموسم يعني اتكلمنا عليه قبل كده، طبعا الجورجي الاسم الصعب جدا، كفارتشخيليا بيجي اقول كده برضو كفارتشخيليا. لا كفارتشخيليا يمشي كده يمشي عشان جايبها لك من الكنترول بيبقى جاري. هو بيعتمد على 4-3-3، بس 4-3-3 مارينا، مش مارينا كشكل تكتيكي على قد ما هي مارينا كافراد. كل فرد بيبقى موجود في الثلاثه بتوع نص الملعب او الثلاثه الهجوميين بيبقى ليه حته زياده مش موجوده عن اللي كان بديل ليه، عارف يعمل روتيشن كويس قوي ما بين الدوري وما بين الشامبيونز ليج. انا عايز انزل برهان دلوقتي اتفضل ونشوف مين هيخش معايا في الرهان. انا حاسس ان نابولي هيوصل سيمي فاينل، اتمنى بس هي على حسب القرعه. اتمنى برضو والله، سيبك من يعني أتمنى. والله لا انا معترض يعني انتريستا واتمنى والله هيوصل سيمي فاينل ولا فيوصل. ما هو نفس اللي هو بيقوله والله يا كريم، هو عودنا ده، هو في انتر كان لقب عارف بطل الشتاء دي طلعت على سباليتي ماشي اول جواري. هيوصل سيمي فاينل ولا لا؟ صعب هيوصل سيمي فاينل ولا لا؟ على حسب القرعه. اقول لك هنرجع تاني الفيديو، انا هقول لك على حسب القرعه بس. ما تقول لي الرهان اغرينا يمكن ادوس معاك يعني على ايه حرام الرهان على لو عاشوا انا بقوله خلاص يعني بس يعني لا انا استبعد يعني بس كله على حسب القرعه طبعا. بس نابولي من الفرق اللي على ارضها طبعا والاجواء بتاعه سان باولو يعني. ليه؟ الفكره في ايه؟ ان فكره ان انت ما عندكش الدبث اللي في السكواد اللي يخليك تكمبيت. بس ده اللي كنت هكلمك عليه، ده اللي كنت هتكلم عليه. هو الموسم ده نابولي مع اللعيبه اللي ما كانتش معروفه واللي بدات تاخد يعني دور في التشكيله عنده ترسانه هجوميه كويسه قوي. يعني احنا بنتكلم في الثلاثه اللي قدام يعني اوسيمن اتصاب ونابولي بينفجر. بنشوف ان سيميوني عامل انا قلت كوليبالي هيمشي من نابولي. بنتكلم ان راسبادوري من ساسولو عامل اداء كويس جدا. بنتكلم كمان على بوليتانو ماتيو بوليتانو، بنتكلم على هيرفيك لوزانو، بنتكلم على يعني لعيبه كتير قوي تقدر ان هي تضيف في الجانب الهجومي. حد لازم ياخد حقه قوي في تشكيله نابولي هو زامبو انجويزا. زامبو انجويزا واحد كان بيلعب في فولهام، لعيب كاميروني يعني مش كل الناس يعني كانت متابعاه قوي، بيلعب في فولهام اللي هبط للشامبيونشيب، لكن عامل موسم على المستوى الدفاعي وعلى المستوى الهجومي كمان عامل موسم رائع جدا. دي لورينزو عامل موسم من اول الموسم كمان مع ايطاليا في اليويفا نيشنز ليج. زيلينسكي ده كان واحد من اكتر اللعيبه اللي كانت اندر ريتد جدا، كان وقت انشيلوتي لما كان في نابولي ما كانش ليه دور اساسي، وكل ما بينزل زيلينسكي كان بيعمل يعني كان بيبقى ليه بصمه. هو دلوقتي بقى اساسي بشكل كبير. طيب. فالتشكيله ليها عظيم. كمان احتياطي.